أبدأ من أين؟ أبدأ من كتاب السيد الخوئي، معجم رجال الحديث. هذه المنارة، هذه البناية الطويلة مع هذه الأجزاء الثلاثة هنا. لم أضع هذه الأجزاء هنا، أخاف عليها من السقوط، لأنني أحتاج إلى القراءة في هذه الكتب. يعني هذه المجموعة مع هذه الأجزاء الثلاثة، معجم رجال الحديث. معجم رجال الحديث بأجزائه 24، أعطيكم تفاصيل بالأرقام عن هذا الكتاب. أولا عن صفحات الكتاب، العدد الكلي لصفحات هذا الكتاب 11639 صفحة. الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الخامسة 1992. عدد صفحات هذا الكتاب 11639 صفحة. عدد صفحات ما يسمى بعلم الرجال 83 صفحة فقط. هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول، وهذه الصفحات التي هي تمثل علم الرجال، فقط هذه الصفحات. هذه كل النظريات التي أسس عليها السيد الخوئي. عندنا 24 جزء، عدد الصفحات 11639، 83 صفحة نظريات علم الرجال، وعندنا 3633، 3633، يعني ثلث هذا الكتاب، عبارة عن 8 مجلدات. هذه فهارس وتتغير بتغير الطبعات، يعني يمكن هناك طبعات مختلفة، طبعات قديمة وحديثة. على سبيل المثال، مثلا هذا الجزء الأول، عندنا فهارس تفصيل طبقات الرواة، هي فهارس، هذه فهارس، يمكن أن تتغير هذه الكتب بتغير الطبعات. يعني ثلث الكتاب هو فهارس فقط، هذه الموسوعة الكبيرة 3633 فهارس. إذا حذفنا الفهارس وحذفنا 83 صفحة مع مقدمة الطبع، يكون العدد 106، يبقى عندنا 7900 صفحة التي فيها أسماء رواة الحديث من مجموع 11639. يعني هذه الضخامة في الكتاب ضخامة، مجرد ضخامة،
7900 صفحة هي عدد الصفحات التي فيها أسماء الرواة. الآن نذهب إلى أسماء الرواة. عدد أسماء الرواة الموجودين في هذا الكتاب 15706. 15706 آخر رقم موجود في الجزء الأخير 15706. المتكرر أسماء متكررة، يعني نفس الاسم يتكرر، فلا فائدة من تكراره. أتعلمون كم متكرر؟ المتكرر 3087 اسم. يعني من هذا المجموع 15706 لازم نلغي 3087. 3087 نلغيها لأن هذه مكررات، نفس الأسماء مكررة بإضافة لقب، بتصحيف في الاسم، مكررات، هو مكتوب عليه مكرر. أنت إذا راجعت ستجد بأنه يكتب عليه مكرر بأنه ذكر سابقا أو سيذكر لاحقا. الذين جاءوا مذكورين من دون قدح أو مدح، يعني لا فائدة من ذكرهم. أتعلم كم العدد؟ 9665 هو المجموع كله. 15706 مكرر، 3087 أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة، يعني غير معروفة، يعني لم يعطك فيها قولا. ما الفائدة من ذكرها؟ مجرد لستة أسماء فقط. 9665 أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة. مجاهيل، يعني يكتب عليه مجهول، عددهم 336. كم صار عندنا؟ 9665 لا مدح ولا قدح، 3087 مكررات، 336 مجاهيل مكتوب عليه مجهول. كم المجموع؟ 13088. هؤلاء يعني وجودهم وعدم وجودهم على حد سواء، والعدد الكلي 15706. فما بين أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة وأسماء مكررة ومجاهيل، من مجموع 15706 يكون العدد 13088. يعني كم باقي من الأسماء؟ باقي 2618. هؤلاء فقط الذين ورد كلام عنهم. 700 ثقات، 700 واحد فقط الذين كتب عنهم ثقات. كيف وثقهم؟ من أين جاء بتوثيقهم؟ تلك قضية أخرى. مثلا بعض الرواة الرجاليون القدماء لم يوثقوهم، السيد الخوي وثقهم. لا سيد الخوئي يعرفهم ولا أولئك عاشوا في عصرهم. أولئك كيف قدحوا فيهم؟ لا نعرف. السيد الخوئي كيف وثقهم؟ لا نعرف. قرائن، يعني قضية حدثية. القضية الحدثية ما قيمتها؟ يعني السيد الخوئي كم غير آراءه وفتاوى، وفي نفس علم الرجال كم غير من نظرياته في علم الرجال. فمن قال بأن النتائج التي وصل إليها نتائج صحيحة؟ بالنسبة له قد تكون صحيحة، بالنسبة لي أنا لا أعتقد بصحتها. على أي أساس أعتقد بصحتها؟ مثلا حين أجد أن سيد الخوئي
يعتقد بسهو المعصوم. أنا أعتقد بأن هذا الرجل خلل في فكره، إذا كان عند الرجل خلل في فكره بالنسبة لي ربما الآخرون يقدسونه. حينما أأتي إلى عالم وهو يعتقد بسهو المعصوم بعد كل هذه القرون وبعد كل هذه البحوث ويعتقد بسهو المعصوم، ويعتقد بسهو المعصوم في أي شيء حتى في الموضوعات الخارجية، يعني يمكن أن يسهو في صلاته، في صيامه، في معاملاته، في كل شيء، فقط في دائرة التبليغ هو معصوم. خارج دائرة التبليغ في كل الموضوعات الخارجية هو يسهو. أنا أعتقد أن رجلا يحمل هذه العقيدة هناك خلل في فكره، هناك شبهات عنده. الذي يكون خلل في فكره وشبهات، ألا يمكن أن ينتقل هذا الخلل؟ هو الذي لا يستطيع أن يقيم المعصوم بالشكل الصحيح كما المعصوم قيم نفسه. هو الذي يخطئ في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا يخطئ في حق غيره؟ على أي حال، 700 ثقات فقط في هذا الكتاب، 700 اسم ثقات، 1457 هؤلاء ممدوحون، مدحوا. المذمومون 419. مذاهب أخرى من غير المذهب الاثني عشري 141. مغالون 48. المجموع 2618. 700 ثقات، 1475 مدحوا، 419 قدحوا، 141 مذاهب مختلفة، 48 وصفوا بالغلو والارتفاع. العدد كله 2618. يعني هذه البناية فقط بناية كبيرة. الحقيقة إذا أردت أن تمخر عبابها ما وجدت شيئا، وجدت شيئا قليلا. والسبب في ذلك ما هو؟ الكتب الرجالية أساسا التي نقل منها السيد الخوئي حالتها نفس هذه الحالة. الحالة الموجودة أساسا في الكتب الرجالية الأصلية هي انعكست في هذا الكتاب، لأن السيد الخوئي جمع الكتب الرجالية القديمة، فهي أساسا تعيش هذه الحالة.